بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكل الحضور، شكرا لهذا الحضور الرائع، شكرا لحضوركم هذه المحاضرة القيمة التي نشكر معهد التنمية السياسي والمجلس الأعلى للمرأة لقيامه بهذه المحاضرات في المجالس سواء النسائية أو المجالس المختلطة. الأخوات إن شاء الله سيخبروكم لاحقا عن أهمية هذه المجالس. أشكر كل من اختار مجلسنا هذا لكي يكون إن شاء الله نواة لمجالس أو لمحاضرات أخرى نسائية قيمة. أشكر كل من حضر. اسمحوا لي أيضا أن أشكر المتحدثات الفضليات الأستاذة عبير أحمد والأستاذة مريم اليامي، وسأترك لهم المجال للتحدث. ولكن في البداية اسمحوا لي أن عنوان هذه المحاضرة قيم جدا، عنوانها الدولة والقانون، عنوان رائع جدا، عنوان قيم فعلا يفتخر كل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة، على هذه الأرض الكريمة المعطاء، يفتخر بكونه يحصل على كل ما تقدمه له الدولة من دعم ومن كل ما يمكن أن يسهل عيش المواطن وأن يمنحه عيشة كريمة. ليفتخر كل بحريني، كل شخص يعيش على هذه الأرض بأن هذه الدولة هي دولة القانون، هي دولة السلام، هي دولة الأمن. ونشعر جميعا بأننا الحمد لله على نشعر بأننا على رأس الاهتمام من جميع القادة في هذا البلد. هذا هو السبب الذي جعلنا نرى أن هذه المحاضرات والمحاضرات التالية سيخبركم عنها الأخوات محاضرات قيمة، وإن شاء الله سنكون جميعا في حضور هذه المحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية باسمي وباسم معهد البحرين للتنمية السياسية حابة أتقدم بالشكر لصاحبة المجلس الدكتورة هالة على استقبالها لنا في المجلس اليوم، وحابة أشكر بعد الحضور على وقتهم اللي يعني قطعوا وعطونا هاي الوقت البسيط عشان يستفيدون من المحاضرة اللي بنقدمها إن شاء الله اليوم. بداية حابة أعرف بالأستاذة عهود الحبيب، رئيسة وحدة المجالس البلدية والتشريعية. بتقدم لكم نبذة مختصرة عن المعهد وعن البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. معهد البحرين للتنمية السياسية هو معهد وطني تأسس بمرسوم ملكي رقم 39 لسنة 2005، وهو أحد ثمار المشروع الإصلاح لجلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه. يهدف المعهد إلى نشر ثقافة الديمقراطية والحوار وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، بالإضافة إلى توفير برامج التدريب لكافة شرائح المجتمع وتدريس المشروع الإصلاحي. برنامج دولة القانون هو برنامج توعوي يتكون من سلسلة من المحاضرات التوعوية تم تقديم عدد منها في مجالس العائلات البحرينية الموزعة على المحافظات الأربع. يهدف البرنامج إلى ترسيخ دولة القانون، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية في المجتمع وتدريس الأسس المشروع الإصلاح لجلالة الملك، بالإضافة إلى تنمية الحوار بين المواطنين. اليوم إن شاء الله راح نقدم أول محاضرة من برنامج المجالس النسائية، وراح تكون بعنوان الدولة والقانون، وراح تقدمها الأستاذة مريم اليامي وهي رئيس وحدة شؤون وزارات الدولة والمجتمع المدني بمعهد البحرين للتنمية السياسية، حاصلة على ماجستير في القانون العام. قدمت العديد من المحاضرات والدراسات أبرزها دراسة بعنوان السؤال البرلماني، والجزء الثاني راح تقدمه الأستاذة عبير أحمد، باحث قانوني أول من وزارة الداخلية، حاصلة على ماجستير في القانون العام. قدمت العديد من المحاضرات والدراسات أبرزها دراسة بعنوان الجرائم الانتخابية. فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بداية أشكر صاحبة المجلس الدكتورة هالة على حسن الضيافة وحسن الاستقبال. وطبعا راح نبتدي أول محاضرة، أنا مو بعارفة شلون راح أختصرها في 10 دقائق. بيكون الموضوع عن القانون بمفهومه، راح نتكلم عن وظائفه، راح نتكلم عن خصائصه بشكل عام. بعد ذلك راح نتكلم في محاضرة الأستاذ عبير عن الدولة وعناصرها وما إلى ذلك. بداية راح أحاول أن بقدر المستطاع أن نتكلم بشكل مبسط أو بشكل سلس، لأن طبعا مواضيع القانون عادة تكون جافة. بداية لقد شاءت قدرة الله عز وجل بأن جعل سيدنا آدم عليه السلام أنه بأول ما بدأ الخلق هو أنه لا يحيى الإنسان وحيدا، وبالتالي فقد خلق الله سبحانه وتعالى منه زوجة اللي هو أمنا حواء. أمنا حواء خلق منها طبعا بعد ذلك رجالا كثيرا ونساء، مصدقا لقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما رقيبا. طبعا الإنسان هو بطبعه مخلوق اجتماعي، لا يمكن له أن يحيا بدون ما أن يكون معه أشخاص آخرين يؤنسون وحدته. فبالتالي طبعا هنا نتكلم عن حاجتين أساسيتين. الإنسان يحتاج إلى اللي هو الجانب المادي والجانب اللي هو النفسي من وجود أشخاص آخرين. الجانب المادي المقصود به هو التعاون، يجب أن يكون مع الإنسان شخص آخر يعاونه يساعده، سواء في جميع مجالات الحياة كزوجة أو كأبناء أو كأصدقاء مثلا أو حتى في مجال العمل. فبالتالي ضرورة وجود شخص آخر يكون مع الإنسان هو ضرورة مادية ونفسية، لأن الضرر النفسي الذي يقع على الإنسان عدم وجود آخرين يحيون معاه في المجتمع سوف يؤدي بالتالي طبعا إلى أضرار نفسية. هذه كبداية نتكلم عن وجود مجتمع. فإذا وجدنا المجتمع ونشأ المجتمع بوجود أفراد أو مجموعات أو جماعات أو ما إلى ذلك، طبعا النفس البشرية هي عبارة عن نفس شوي أمارة إلى وجود نزعات، اللي هي مثلا نزعة حب السيطرة، أو مثلا الإنسان مثلا بعض النزعات إنه يكون حب مصلحة يقربها إلى نفسه، أو مثلا قد يكون عنده نوع من إيثار نفسه على الآخرين. فبالتالي لابد من وجود شيء ينظم لنا علاقاتنا. ما هو هذا الشيء اللي بينظم لنا علاقاتنا؟ لا يمكن أن ينظم علاقاتنا إلا وجود قانون. القانون هو الذي يحكم العلاقات الإنسانية، علاقة الزوج بزوجته فمثلا علاقة زوجية، أو مثلا البيع والشراء أو الإيجار أو ما إلى ذلك. هذه جميع العلاقات تحتاج إلى تنظيم، فلا بد أن نرى أن القانون مرتبط بالمجتمع. عشان كذي احنا تكلمنا عن وجود اللي هو البشرية الذي هي حاجة أساسية ان احنا نحتاج للقانون بشكل عام. اذا القانون راح يحمي طبعا عندنا الانسان، خاصة اذا لا يوجد هناك اي قانون يحكم البشر سوف يكون عندنا نوع من قانون الغابة. فلا بد في وجود قانون بالمفهوم العام انه هو يحمي الحقوق، يحمي الحريات اللي كفلها الدستور والميثاق، يحمي لنا ايضا المعاملات اليومية التي تكون بين البشر او بينهم فيما بينهم، وحفظ الحقوق وحرياتها. اضف الى ذلك ايضا توفير الأمن والاستقرار وما إلى ذلك. فإذا لو تكلمنا عن القانون، فالقانون هو ليس غاية بذاته. بمعنى أدنى الموضوع شوية جاف، بس إن احنا نحاول نبسط. القانون ليس غاية، القانون وسيلة. شلون وسيلة؟ يعني القانون أنا أحتاجه عشان أحقق غاية مطلوبة، أن أحمي حقي، أحمي حريتي، لا ضرر ولا ضرار، لا أتعدى على حقوق الآخرين، لا أتعدى على حريات الآخرين. كيف هذا؟ بوجود قانون يحكمني.
فلأن الإنسان مثل ما ذكرنا مجبول على حب نفسه، حب ذاته، حب السيطرة، حب يعني الإيثار، المصلحة، فبالتالي يفضل وجود شيء يحكم علاقات الاجتماعية. طبعاً تتعدد معاني القانون بشكل عام، ولابد لنا أن نتكلم ما هو معنى القانون اصطلاحاً وما هو معنى القانون لغة. طبعاً لغة لا يمكن أن نحن نقول إلا تعريف محدد له، فطبعاً يعني مثلاً نقول هي قاعدة ثابتة ومضطردة، فعند تكرر حدوث أمر معين على نسق واحد هذا معناته القانون اصطلاحا، فمعناته لغة بمعنى تعاقب الليل والنهار، أو مثلا قانون الجاذبية الأرضية، أو القوانين اللي تحكم الطبيعة، هذا قانون يعتبر ثابت ومضطرد ومتكرر. هذه فيما يخص طبعا المعنى القانون بشكل اصطلاحي، لكن لما نتكلم عن القانون بالمعنى الواسع فهي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم لنا سلوك الأفراد في المجتمع. فبالتالي طبعا عندنا المعنى الواسع هو اللي راح نشرحه اليوم إن شاء الله بإذن الله، راح نشرحه بشكل مستفيض. المعنى الخاص هو عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي بتنظم لنا قانون معين في مكان معين في زمان معين، وهو مثل قانون البحريني أو القانون المصري أو القانون أي قانون من الدول الأخرى. فبالتالي هذه بتعتبر قانون بالمعنى الضيق أو الخاص. اللي بيعنينا في هذا الأمر هو ما هو معنى القانون بمفهومه الواسع، بمعنى راح نتكلم عن القواعد القانونية التي بتنظم لنا إما نشاط معين أو بتنظم لنا مسألة معينة. مثلا في بعض هناك القواعد القانونية اللي بتنظم لنا نشاط معين مثل قانون التجاري أو المعاملات المدنية، هذه قوانين معينة وضعت أو وجدت لتنظيم نشاط معين. أما فيما يخص طبعا عندنا تنظيم القانون لمسألة معينة، فنحن نتكلم هنا بهدف تنظيم يعني تنظيم مسألة معينة بالذات، يعني مثل قانون الجامعات أو قانون المرور أو قانون يعني تنظيم الجامعات، يعني هو قانون ينظم لنا مسألة معينة لا ينظم لنا نشاط، إنما هي مسألة معينة. بداية راح نتكلم عن وظائف القانون. وظائف القانون هي عديدة، لكن أهم الوظائف للقانون هو تحقيق الأمن في المجتمع، أيضا تحقيق الاستقرار للمجتمع، وأخيرا تحقيق العدالة أو العدل. طبعا عندنا تحقيق الأمن، طبعا الأمن هو عبارة عن يعني سبحان الله يعتبر الأمن من النعم الخفية التي يشعر بها الإنسان عندما يفقدها. فالقانون بوجود تنظيم قانوني معين راح ينظم لنا مسألة وجود أمن في مجتمع معين، يمنع طبعا أن أنا ما تنتهك حقوقي، ما تنتهك حرياتي، لا ينتهك مالي أو عرضي أو ما إلى ذلك. فبالتالي القانون بيحقق لي أهم نعم من نعم الإنسان التي يحس فيها بشكل لصيق، وهو الأمن. فالله سبحانه وتعالى عندما كافأ المؤمنين قال في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبالتالي الإيمان من أهم الأشياء اللي الإنسان يحتاجها في مجتمعه. فالسؤال: هل يمكن للقانون أو التشريع أن يحقق لي الأمن؟ يعني لو مثلا أنا يعني الحين أسألكم، خلنا شوي نطلع من سالفة المحاضرة ونبتدي شوي نتناقش، كيف ممكن للقانون أو التشريع أن هو يحقق لي الأمن أو الأمان؟ شلون؟ يعني الحين أنا أبغى أعرف شلون ممكن القانون يحقق لي أمن؟ تطبيق القانون، نعم، إنه ينظم العلاقات بين الناس، نعم، فيتجاوز هذه العلاقة بالضبط. فبالتالي احنا كأننا نقول ان الله سبحانه وتعالى لما خلق الانسان عارف هو شنو، هو كنفس بشرية
يعلم بأن هذا الإنسان قد يتجاوز، قد ممكن يوصل لمصلحة معينة، قد يصل إلى غرض معين، أيا كانت الطريقة. فبالتالي لابد من حماية حقوق وحريات الآخرين عن طريق وجود طبعا عندنا هذا القانون. مثال على ذلك مثلا حرية التنقل، ما يمكن أن أنا مثلا الدستور كفل حرية التنقل وأنه يستطيع الإنسان أن يتنقل كيفما يشاء وأينما شاء إذا ما كان في هناك أي حظر لضرورة ما. فبالتالي أي شخص آخر قد يعترض طريقي، يعني كنا مثلا في فترات سابقة سمعنا عن قطاع الطرق وما لا. فبالتالي لابد من أن أنا أوفر الحماية أو الحرية التنقل عن طريق فرض قوانين صارمة تمنع أن الأشخاص تعرض وتعطي للآخرين حرية التنقل. إذن هذه بالنسبة طبعا لوظيفة مهمة للقانون وهي وظيفة الأمن. الوظيفة الأخرى هي الاستقرار. كيف يمكن للقانون أن يوفر لي الاستقرار؟ ما هو الاستقرار؟ الاستقرار قد يكون سياسي، قد يكون اجتماعي، قد يكون مثلا اقتصادي أو ما إلى ذلك. فكيف ممكن الإنسان يوفر له الاستقرار؟ يمكن توفير طبعا عندنا هذا الاستقرار مثلا السياسي. طبعا خلينا نتكلم عن قصة اللي هي المخزومية التي سرقت وقامت بطلب من الصحابي الجليل أسامة بن زيد أنه هو يتوسط لها ويشفع لها أساس أنه لا تقطع يدها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد يا أيها، قال في خطابة يعني للآخرين لجميع من كانوا موجودين في المجلس، يا أيها الناس إنما ظل من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فبالتالي نستفيد أن لابد أن يكون في هناك سواسية لجميع الناس حتى أستطيع يعني أوفر الاستقرار السياسي في البلد. فبالتالي لابد من جميع الناس هنا متساوون في الثواب وفي العقاب. أضف إلى ذلك طبعا عندنا الاستقرار الاقتصادي. طبعا في العصور اللي هو السابقة في العصر 17-18 الميلادي كانت في هناك طبعا عندنا نوع من التطرف في النظام الرأسمالي أو الاشتراكي، وهذا أثر تأثير كبير على الاقتصاد في تلك الفترة. طبعا في أحد بيسألني بيقولش دخل الاقتصاد في القانون في يعني شلون؟ لا، الاقتصاد له دخل. جميع الأفكار التي الدولة تعتنقها تترجم إلى قوانين. فإذا ما اعتنقت مثلا الرأسمالية فبتأخذ النظام الاقتصادي الرأسمالي، أو الاشتراكية فبتأخذ النظام الاقتصادي الاشتراكي، وبالتالي سوف تقوم بوضع قواعد قانونية في هذا المجال. فبالتالي لابد من وجود نظام اقتصادي متوازن، وهذا ما تلافته في الفترة الأخيرة بأن معظم جميع الدول طبعا حاولت أن تقوم بالموازنة أو وضع نظام اقتصادي متوازن حتى أن هي تجعل في هناك نوع من الاستقرار. فبالتالي نتعلم أن القانون له نوع من التأثير على اللي هي الاستقرار الاقتصادي في البلد، كذلك أيضا الاستقرار الاجتماعي اللي هو عدم التفريط في التعامل. بمعنى يعني مثلا أحد يقول لي الناس ظالميني أو إحنا غير متساوين أو إحنا كذا أو لا، يجب أن نعلم بأن المساواة يجب أن تكون هناك أيضا مساواة في المراكز القانونية. بمعنى لا يجوز لشخص مثلا يقول أنا لا بد أن يعاملوني مثل فلان أو مثل شخص آخر مثل ألف أو مثل باء أو مثل لا، لابد أن تكون أنت وهو متساوون في المؤهل العلمي، في العمر، في يعني في جميع المؤهلات والشهادات. فبالتالي يجب أن أتساوى في المراكز قبل أن أطلب المساواة. يعني بس شوي. فبالتالي هنا المقصود في الجانب الاجتماعي أنه يجب أن يكون في هناك مساواة اجتماعية خاصة في الاستقرار الاجتماعي اللي هو القوانين. ما عندي قضية بأتطرق إليها بشكل مثلا يعني هو في جانب هذا الجانب اللي هي المساواة الاجتماعية.
اللي مثلا حماية الأوضاع. مثلا أنا الحين أحاول شوي نسوي رفرش، مثلا عندنا شخص هو مالك لعقار، أوكي، وهذا العقار هو يملكها بصورة صورية وليس المالك الحقيقي، وقام مثلا بوضع ورقة ضد. يعني أكيد أنتم سمعتوا مثل هالحالات، إنه مثلا يقول لا أنا بشتري لك البيت وبحط ورقة بيني وبينك إنه ترى البيت لك، مثلا لسبب معين ما يبي مثلا المالك الحقيقي يظهر أمام الملك، وهاي الشيء قانوني، معاملات قانونية تصير يعني. وأتى شخص آخر واشترى من المالك الصوري، فهل تعتبر هذه المعاملة صحيحة؟ ليش؟ مو المالك، المالك الحقيقي هو مستتر. وفقا طبعا للاستقرار الاجتماعي للقوانين بتعتبر معاملته صحيحة، حتى وهو تعامل مع الشخص الغير صاحب العقار. بمعنى خلنا أشرحها لك أستاذة بشكل أبسط. بمعنى لا، لأنه خلص هو مالك، بس هو مسوي ورقة ضد والمحد يدري في الورقة ضد لأنه غير مالك. إحنا اللي نقصده هني إن الدولة لما تضع القوانين هني راح تحمي الشخص اللي شرى. اللي شرى بيقولك أنا حسن إني أنا ما عارف إن الشخص الآخر مو مالك، بس المالك السوري إيش المستند اللي يثبت عنده ملكية، بس حاط ورقة ضد. هو طبعا هنا عشان استقر استقرار اجتماعي راح اعترف بملكية الشخص الصوري، عساس انا ما اوصل لمرحلة ان ارى ان جميع الناس غير مالكين. عرفتي شلون يعني؟ فبالتالي احنا يجب ان ناخذ بعين الاعتبار ان القانون قد يعني في بعض الحالات يتجاوز او مو بيتجاوز، ان هو لاستقرار العلاقات بين المشتري والبائع، وعشان نضع نوع من حسن النية اللي هي في المعاملات التجارية او المعاملات هذه. ايضا لابد نقول ايضا تحقيق العدل او العداله. في احد يقدر يقول لي ما هو العدل وما هو العداله؟ شو الفرق بين العدل وشنو الفرق بين العداله؟ اي شيء، العدل والعداله. العدل صحيح، المساواه، اوكي المساواه. والعداله احد قتل، يعني واحد الف قتل باء، العدل شنو اطبق عليه؟ العدل الحكم اللي هو شرع الله يعني. اي بس العداله يعني تدخل يعني بشري، اصدار القوانين. لا الشرع شيء غير، ما يكون في عداله. ممكن نقول بشكل ابسط ان العدل اني انا اطبق القانون بحذافيره، لكن العداله اني انا انظر الى الظروف، قد يكون دفاع عن الشرف. فبالتالي اتفضلي. بس في مثال يوضح الفرق بين العدل والمساواة. لو افترضنا ان الطرف يعني بقول مثلا يشوفون شيء قدامهم حائط ويبغون يشوفون شيء، طبعا اطوالهم مختلفه بس كلهم نفس الطول، فحطوا لهم التبر بحيث انهم يقدرون يشوفون نفترض مساحيه مثلا يبغون يشوفونها، فحطوا لهم التبر. لما وقفوا الثلاثه طبعا يصير ما زال ما قادر أشوف. صحيح. هي مساواة لأنهم حطوا لهم التبر، فهذه هي المساواة. أما العدالة إن إحنا نرفع شوية تبت البصير أساس يتساوى معاهم ويقدر يشوف. مثل هذا المثال صحيح يطبق. مثلا إذا شخص مثل ما ذكرت أستاذة هدى، إذا شخص ألف قتل باء، من العدل أن يطبق عقوبة الإعدام، يطبقها بحذافيرها. ولكن العدالة أنظر إلى ظروف هذا الشخص، هل ظروفه دفاع عن الشرف؟ ظروفه قصير. العدالة هي مراعاة الظروف، يعني العدالة هي أعمق ومطلقة وصعب تطبيقها، فبالتالي أنظر إلى ظروفه. فهل إذا مثلا دفاع عن الشرف أو عن المال أو عن النفس، فبالتالي بتعتبر لا ترقى إلى عقوبة الإعدام. على عجالة راح نتكلم عن خصائص القانون باعتبار أن الوقت دهمنا.
بداية القاعدة القانونية تقول إن لابد أن تكون الحين نتكلم عن القانون كقاعدة وليس الآن نتكلم عليها كمجتمع. من ساعة استفضنا بشكل اجتماعي أو بشكل مقدمة، الآن نتكلم عن خاصية اللي هو خصائص القاعدة القانونية. خصائص القاعدة القانونية هي علاقة سلوك، قاعدة سلوك، بمعنى القانون يجب أن يكون سلوك يأتيه الشخص وليست هي قاعدة تقويمية وليست تقريرية. شنو الفرق بين التقويمية والتقريرية؟ هدى. بالضبط، صحيح. نعم، وتقريرية هي أني أنا يعني مثل ما تقولين أني أنا كأني أقول بأن هذا ما هو وجد عليه وأقر عليه وتأكيدية عليه. فبالتالي القاعدة القانونية لابد أن تكون تقويمية، المقصود بها أنها تقوم سلوك أو تقوم منهج، فهي إتيان فعل أو منع عن فعل. إتيان فعل مثل ماذا؟ يعني مثلا عندنا عقد بيع بين شخص اي وامتنع عن تسليم، فهنا نأتي امام اتيان فعل. كذلك مثلا عندنا الامتناع عن فعل، ممكن القاعدة القانونية تقولي امتنع عن فعل معين، مثل ماذا؟ امتنع عن القتل او مثلا الجرح او مساس بالجسم او مثلا الاعتداء على المال او ما الى ذلك. فبالتالي ممكن تكون القاعدة القانونية اتيان فعل او امتناع عن فعل. القانون أو القواعد السلوكية لا ليست لها أي علاقة بالبواعث النفسية، والمقصود بها طبعا في هناك الحاقد، في هناك الحاسد، في هناك من يكره، وقد يكون الشخص اللي أمامك عارف أنه مثلا هذا الشخص لديه بواعث سيئة، لكن ما دامت لم تترجم إلى أفعال فلا يعاقب عليها القانون. يجب أن تكون أيضاً القواعد عامة ومجردة، يعني لا يمكن أن تكون هذه القاعدة مخصصة، لأن إذا كانت مخصصة فنحن أمام أمر، أمام قرار إداري، أمام يعني يتم وضع القانون في قالب معين. فمثلاً مثل الأمر الملكي بتعيين معين، أو مثلاً قرار الإداري اللي الشخص يوقع له قرار تعيين أو ما إلى ذلك يكون لشخص معين. يجب أن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة. لكن قد تكون هناك قواعد قانونية، عندي مثلا سؤال، مثلا قد تكون هناك قواعد قانونية بتكون لفئات معينة، يعني فئة المحامين، فئة الأطباء، فئة الصحفيين، وهاي القوانين لفئات معينة، هل هاي يتعارض مع أنها قواعد عامة ومجردة؟ ليش؟ الشريحة وليس أشخاص معينين بذاتهم، وإنما شريحة معينة، فبالتالي هي عمومية وتجريدها لشريحة معينة. قد تكون مثلا نشاط معين، مثلا معاملات مدنية أو تجارية، هل تعتبر هذه قوانين عامة ومجردة؟ عامة تطبق على الناس جميعا. أي صحيح، فبالتالي قد يكون القانون يعني يتم توجيهه لأشخاص معينين أو لنشاط معين، أو طبعا ممكن يكون لشخص واحد. طب القرارات، أو مو بالقرارات، خلنا نقول اللي هي القوانين أو مثلا القواعد الدستورية التي هي موجهة أو التي تحمل في طياتها لجلالة الملك، ما هي؟ هل هي قواعد عامة ومجردة أو لا؟ ليش؟ ليش؟ يعني عامه ومجرده لشخص يعني معين جلاله. انزين، فليست عامه ومجرده؟ الا يمكن ان تطبق حتى للاجيال القادمه؟ هي ليست للملك، هي للمركز القانوني للملك، فبالتالي المركز اي شخص مثلا اللي هو ابنه وابن ابنه، فبالتالي تعتبر قواعد عامه ومجرده. معذره على الاطاله، واترك المجال حق الاستاذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر الدكتوره هاله على الاستضافه، وانا جدا سعيده بتواجدي اليوم، وأشكركم طبعاً جزيل الشكر والامتنان لحضوركم. أشكر الأستاذة مريم على هذه الطرح الجميل،
وطبعا هي تناولت الشق المتعلق بالقانون، وانا ان شاء الله راح اتناول الشق المتعلق بالدولة. طبعا لما نقول دولة، من شوي طبعا جات استاذة هالة وقالت احنا في دولة الامن ودولة السلام. لما اي انا كمواطنة وعايشة على ارض هذه الدولة كمواطنة او كمقيمة اعمل واشتغل على هذه الدولة واكل من خيراتها، احد يقول لي شنو الدولة؟ شنو تعريف الدولة؟ شنو يعني دولة؟ بقول ما اعرف. فنبي نعرف ان شاء الله في هاي العشر دقائق شنو مفهوم الدولة، شنو اركان الدولة، وعشان انا اعتبر في دولة قانونية شنو عناصر الدولة القانونية، متى اقول هذه دولة قانونية، شنو يعني دولة، ما هو تعريف الدولة. الدولة متكون من ثلاثة اشياء: شعب، مجموعة من الافراد يعيشون على اقليم معين، مساحة مكانية، وشنو يحكمهم، سلطة، سيادة. إذا هذه هي تعريف الدولة: شعب، مجموعة من الأفراد يقيمون في إقليم أو على إقليم معين وتحكمهم سلطة سياسية. إذا من التعريف نعرف شنو أركان الدولة: عندي شعب، عندي إقليم، عندي سلطة سياسية. خل نشوفهم أو نستفيد في عنصر عنصر. أول شيء بالنسبة إلى الشعب، طبعا لا مجال، هل ممكن دولة بدون شعب يصير؟ يصير؟ إذن أكيد ما يصير. إذن الشعب هو أساس الدولة. هل الشعب مفروض أن يكون في عدد معين للشعب عشان أقول هذه دولة؟ لا. إذن الشعب هي الدولة أساسا لم تنشأ إلا لشنو؟ احتياجات هؤلاء الشعب، صح؟ هؤلاء الشعب عندهم احتياجات مختلفة، فالدولة وجدت عشان تلبي احتياجات الشعب. فالشعب لا مجال أولا لقيام دولة بدون الشعب، لأن الدولة ما نتجت إلا نتيجة وجود هؤلاء الشعب وتلبية لاحتياجاتهم. بالتالي فلا يشترط عدد معين لهؤلاء الشعب. عشان أقول دولة مو مشترط أن تكون توصل عدد معين من الشعب، هذه أول شيء. إنزين، السؤال الثاني: هل يشترط عشان أسميهم شعب لازم يكون بينهم دين مرتبط، لغة نفس الشيء، التقاليد، العادات؟ هل لازم عشان أسميهم شعب يربطهم وحدة اللغة والدين والعادات والتقاليد؟ لا، لا يشترط. الدولة فيها المقيم، فيها الأجنبي، فيها الزائر، فيها المواطن. إذن هاي كل هؤلاء شعب، لا يكفي إنهم تربطهم وحدة المصير، وحدة اللي هو الأهداف، وحدة المصالح. شنو الفرق بينه وبين الأمة؟ هذه الفرق، شو الفرق بين الشعب وبين الأمة؟ مثل الأمة العربية، تفضلي. أحسنتي، مثل الأمة، أحسنتي، مثل الأمة العربية اللي بينهم اللغة، بينهم الدين، بينهم الأصل المشترك، بينهم العادات التقاليد. بس الشعب لا يشترط فيهم هذه الأمور، يكفي وحدة اللي هو المصير والأهداف ووحدة المصالح. خلصنا من الركن الأول من أركان الدولة هو الشعب. نيحك شنو؟ الإقليم. شنو الإقليم؟ الإقليم هي المساحة أو المكان اللي يقيم عليها هؤلاء الشعب. من شوي قلنا لا يشترط عدد معين للشعب، هل يشترط مساحة للإقليم؟ لا يشترط، بل يكفي المساحة المناسبة لقيام الدولة، لا يشترط يعني مساحة معينة للإقليم. الإقليم هو المصدر الأساسي لثروة الدولة نفسها. الإقليم هو ثروتها، أقدر أزرع، هو الزراعة، السكن، الموارد، كل هذه أحصل من الإقليم. شنو يشمل الإقليم؟ يشمل الإقليم هو البري، البحري والجوي. البري طبعا كل شيء فوقه، من بحيرات، من أنهار، من هضاب، من جبال، ومن ما دونه من طبقات، وكذلك ما يعلوه من فضاء اللي هو الإقليم الجوي بالإضافة إلى الإقليم البحري. طبعا نيحق الركن الثالث هو شنو من أركان الدولة؟ السلطة. هل ممكن نقول دولة يكفي وجود الشعب والإقليم دون سلطة؟ مستحيل. عيش الشعب بدون سلطة شيء خيالي، يعني راح نكون يعني فوضى، راح تعمل فوضى. فلا بد يعني أهم ركن هي شنو؟ السلطة السياسية أو السيادة.
طبعا هذه السلطة، وجود السلطة هو أمر يعني يمكن من بطلنا عيننا وشفنا أن في أحد يحكمنا. هي قبل ما تكون ظاهرة اجتماعية هي ظاهرة طبيعية مثل الغبار والنار والمطر، يعني ما نتصور يعني حتى من قبل كان حتى المجتمعات القديمة لازم في أحد يرأسهم، لازم في أحد ينظم أمورهم يلبي احتياجاتهم، يعني هذه ظاهرة ظاهرة قديمة جدا، فطرة ولدنا وشفنا أحد، فلا بد من وجود السلطة اللي هو شنو السلطة اللي هو فكرة السلطة أو السيادة. إذا شنو مفهوم السلطة السياسية؟ مجموعة من الأفراد تحكم اللي هو الشعب وتكون قراراتها شنو ملزمة، تكون قراراتها ملزمة بحيث ممكن أن يتلجأ إلى التنفيذ الجبري في حال هؤلاء الأفراد أبوا أنهم يطيعونها. يعني أنا مثلا مطلوبة أن أنا أقوم بعمل معين أو ارتكاب جريمة سواء بالفعل أو الامتناع، في حال أن أنا مثلا ما أديت اللي أنا عليه أو سرقت وما إلى ذلك، فهل في هناك شيء اسمه شرطة؟ في عدالة؟ إنزين، فهذه أنا ما رحت الشرطة فراح يبوني بيستخدمون شنو القوة الجبرية، فهذه مفهوم. هل أنا أقول لا ما يصير؟ لا، في شيء اسمه قوة جبرية وغصب عني بروح بيودوني وبنفذ اللي علي. إذن هذه مفهوم السلطة السياسية، عندها قوة جبرية قواعدها آمرة نافذة لابد على الأفراد أنهم يحترمونها لأن إحنا في دولة قانونية. خلصنا من أركان الدولة، عرفنا شنو أركان الدولة؟ شعب، إقليم، سلطة سياسية. إني حق عناصر الدولة القانونية، متى أقول إحنا هل البحرين دولة قانونية؟ دولة قانونية شلون عرفته؟ شنو عناصر الدولة القانونية؟ أحسنت، احترام حقوق وحريات الأفراد، هاي قالت عنصر. بعد دولة تحترم فيها حقوق وحريات الأفراد، كلها من ضمن حقوق وحريات الأفراد. أهم شيء شنو قلت؟ أهم شيء شنو يحكمنا؟ شنو الشيء اللي يحكمنا؟ أحسنتي، الدستور. إذن أول عنصر الدستور، ثاني عنصر من عناصر الدولة القانونية تدرج القواعد القانونية، العنصر الثالث خضوع الإدارة للقانون، نقصد بالإدارة هي السلطة التنفيذية، وآخر شيء احترام حقوق وحريات الأفراد. ني حق الدستور، شنو الدستور؟ الدستور هي الضمانة اللي تكفل حقوق وحريات الأفراد، هي اللي تنظم نظام الحكم في الدولة، سلطاتها، العلاقة بين السلطات. كم سلطة عندنا؟ السلطة التشريعية، التنفيذية، القضائية، كل هذه السلطات. طبعا وظائف السلطات، علاقتها بين بعضها البعض، كلها موجودة في الدستور، نظام الحكم في الدولة، حقوق الأفراد، حرياتهم، كل شيء موجود في الدستور، كفلها الدستور. إذا من عناصر الدولة القانونية وجود شنو؟ وجود الدستور. رقم 2، تدرج القواعد القانونية. في شيء يسمونه الهرم، في عندي قواعد قانونية ما يجوز القاعدة القانونية لأقل تخالف القاعدة القانونية الأعلى. شنو الهرم؟ يعلوه الدستور، بعدها التشريعات اللي تصدرها من السلطة التشريعية، القواعد القانونية. رقم 3، التعليمات والأنظمة واللوائح اللي تصدرها السلطة التنفيذية، وآخر شيء عندي شنو؟ القاعدة الفردية، هي القرارات الإدارية اللي تصدرها من جهة الإدارة. إذن هذه تدرج القواعد القانونية من عناصر الدولة القانونية، ما يصير يني قانون يخالف الدستور. ليش حطونا المحكمة الدستورية؟ لأن ما يصير أي قانون يخالف من مبادئ ومن عناصر الدولة القانونية، التدرج في القواعد القانونية، لا يجوز لقاعدة أدنى أن هي تخالف قاعدة أعلى، وهرم القاعدة شنو؟ الدستور. نيحق العنصر الثالث خضوع الإدارة للقانون، نقصد بها السلطة التنفيذية. من هي السلطة التنفيذية في الدولة؟ الوزارة، أحسنت، الوزارات، الحكومة، الوزارة الداخلية اللي تنفذ القانون، وزارة الخارجية، وزارة موظفين الحكومة، هذه كلها تعتبر سلطة تنفيذية. هل ممكن هاي السلطة تصدر لنا قرارات تخالف فيها الدستور أو تخالف فيها القانون؟ هل ممكن وزارة الداخلية تصدر لنا قرار بمنعنا مثلا من السفر بدون وجه حق أو منعنا من التنقل؟ هذه كلها مخالفة للدستور وحرية التنقل. إذا ما يجوز لهذه السلطة التنفيذية تخالف شنو؟ تخالف الدستور، تخالف القواعد القانونية. إذن خضوع الإدارة للقانون أي خضوع السلطة التنفيذية للقانون.
وآخر عنصر من عناصر الدولة القانونية احترام حقوق وحريات الأفراد. هل احنا في البحرين في احترام حقوق وحريات الأفراد؟ شنو الدليل؟ وجودكم اليوم، وجودكم طبعا احنا راح نفتح بعدين مناقشة وبتقولون وبتتكلمون احترام حقوق وحريات الأفراد. طبعا وجودها في وين؟ حقوقنا موجودة في وين؟ الدستور، الدستور نص على حرية اللي هو الرأي والتعبير والتنقل، حقه في العمل وحقه في السكن وحق وحق وحق، كل حقوقنا مكفولة وكفلها الدستور. وبعدين كفلوها شنو؟ الاتفاقيات الدولية، يعني قبل البحرين توقع على اتفاقية الطفل واتفاقية وكلها أساسا موجودة في دستور الدولة، بعدين انضمت البحرين الاتفاقيات كلها تؤكد الحقوق الموجودة. إذن هل البحرين دولة قانونية؟ نعم، لأن فيها كل عناصر الدولة القانونية، وجود الدستور، احترام السلطة التنفيذية للقانون، تدرج القواعد القانونية، وآخر شيء وأهم شيء احترام حقوق وحريات الأفراد. وأهم قاعدة عندي في حقوق وحريات الأفراد هي المساواة. احنا عندنا مساواة، ما عندنا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو أو أو، ما عندنا هاي الشيء الحمد لله. هذا يؤكد على وجود الدولة القانونية ويؤكد على احترامنا لحقوق وحريات الأفراد وحرية الرأي. وأشكركم الاستماع وتشرفت فيكم والله. الله يسلمك.